فالإخلاص من أعظم أسباب النجاة من عذاب الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وفي ذلك أتم بيان على أن العبد إذا عبد الله مخلصا له الدين حال رخائه مشفقا من عذابه فإن ذلك سبب لنجاته. الإخلاص سبب لمحبة الله تعالى وأهل السماوات للمخلص ووضع القبول له في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كما أن الإخلاص من أسباب وقاية دين العبد من الآفات. ولذلك لما اشتد البلاء بيوسف عليه الصلاة والسلام، حيث تعرضت له امرأة العزيز وراودته عن نفسه، فقد لجأ إلى الله عز وجل مخلصا أن ينجيه من الوقوع في الفتنة والإثم، فاستجاب الله دعاءه لما علم من إخلاصه في مناشدته ربه النجاة من الفتنة، حتى صار السجن أحب إليه من الوقوع في معصية الله، حيث قال الله عز وجل على لسانه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فنجاه الله تعالى بسبب إخلاصه، وأثنى عليه بقوله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك كل من صرف الله تعالى عنه الإثم ودواعيه فإن ذلك دليل على تدينه وإخلاصه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أراد به خيرا، وجعل من علامات ذلك أن صرفه عن الإثم وصرف الإثم عنه. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على